وزير المالية أصدرنا سندات بالين الياباني ونستعد لإصدار سندات باليوان الصيني، وأرحب بالحصول على قروض من بنوك عالمية تجارية. السيسي المفروض يعمل مزاد عالمي في شرم الشيخ ويجيب الرجل ده، يعني ماسك جرس ولابس جلابية مقطعة وقرب جدع فرح حمادة وميادة، بلد على الناصية وبتطل على بحرين وعندها قناة السويس والنيل وأبو الهول ومرتضى منصور. تعال بعملتك خد فكرة واشتري أصول البلد النهاردة قبل بكرة. طب معلش يا عم، ممكن سندات كمان بالروبية الهندي عشان الولاد بيحبوا شاروخان، وسند صغير كده بالشيلن الصومالي، الفرنك السنغالي، الحشيش الأفغاني، يعني عاوزين ننوع كده. الدين لما بيبقى بعملات مختلفة بيدي تنوع ثقافي، عشان لما نقول اننا مديونين لطوب الارض يبقى التعبير حقيقي مش مجازي. لا، وبيقولك نرحب بالحصول على قروض من بنوك عالمية كمان. هو مش متكيف من صندوق النقد ولا من القروض الخليجية والصينية والاوروبية، هو عاوز الفشخ يبقى من جميع الجهات، مدمن قروض. انت قول له بس يعني في قرض مدفون في اعماق المحيط الهادي هيغطس يجيبه بالبوكسر، قروض اركب على طول. استثمار ومشاريع وصناعة والكلام ده ما خدناهوش في الكلاس ده، مش سامعك من الدي جي.